بخصوص الاحتراف، انا مثل ما ذكرت في المؤتمر الصحفي، الازهر ما راح يمثل نفسه، راح يمثل الوطن ككل، راح يمثل عائلته، راح يمثل اصدقائه، راح يمثل اخوانه. هي الازهر فرصه لزملائك الاخرين، اكيد زملائي الاخرين اللي معي في المنتخب، اللي معي في النادي، في حال راوا ان الازهر ناجح في هالتجربه بيشجعوا كثير، وبتكون ان شاء الله لهم باب رزق باذن الله. وانا بالعكس اذا باذن الله الله وفقني وبعدها احترفوا كثير من اللاعبين، كثير من الاخوان اللاعبين معي، بالعكس انا بفرح، لان كانت البدايه من عند الازهر وربي يوفق الجميع. والله اذا جيت اتكلم عن دعم الوالد لي، انا الوالد من وانا صغير دعمه لا محدود لي، دعمه ابدا لا يتوقف عني. سانت اندريو في برشلونه، النادي يردف المراحل السنيه لبرشلونه، ودائما فئه الشباب معهم يلعبوا مباريات وديه ضد نادي برشلونه. وتابعت فيديوهات وسالت عن النادي وشفته وبحثت عنه. يعني وقع الاختيار على الأزهر مثل ما أنا ذكرت في المؤتمر الصحفي. أنا كنت متواجد في دبي سبورت قبل أسبوعين وذكرت في الاستوديو التحليلي أنه الإسبان يبحثون عن اللاعب الذكي ذهنيا والمهاري، ما يبحثون عن اللاعب القوي بدنيا. لذلك الأزهر بعد تم عرض ملفه الكامل من قبل الأخ شريكي الأخ عبد الله، تواجدت مثل ما قلت في مقر إقامة المعسكر المنتخب الأولمبي العماني ببعض المعدات اللي نستخدمها من أجل كشف بصمة الجسد، طريقة تحركه، أداء الذهني، اختياراته صحيحة داخل الملعب، وتم توثيق هذه الشيء بطريقة دقيقة جدا، ونعرف أنه هو لاعب موهوب ذهنيا زائدا مهاريا على هذه النقطة. نعم، لا الأزهر تم يعني درج بطريقة صحيحة من الأكاديمية اللي تابعة للاتحاد العماني، زائدا عمل إنجاز مع كل الفئات العمرية والفرق اللي كان لاعب معاهم، إذا كان منتخب ناشئين أو شباب أو الأندية اللي لعب معاه، فهذا الموضوع تحسب له أنه هو يعني يكون مميز عن أقرانه. أي فريق اسمه سانت أندريو في برشلونة. نعم،